الاجتماع الثاني ناقشنا إشكالية ديال الفيضانات والأمر المولوي باش تخصص واحد الدعم ديال 2 مليار و500 مليون ديال الدهم، وأن البرامج غادي تجي يعني من الميدان من عند ليزوتوريتي وعند الإخوان اللي هما في الميدان، وغادي يمشيوا لواحد الصندوق اللي هو الصندوق ديال الكوارث الطبيعية، وغادي يعاودوا يرجعوا باش يتفاعلوا يعني في الميدان. كذلك أنه بأمرين سامي ديال صاحب جلالة الله ينصرو غادي تعطى إمكانيات الناس اللي عندهم إما الهدم ديال المنازل ديالهم كليا، غادي تعطاهم 140,000 درهم، والناس اللي عندهم إصلاحات اللي خصها تكون غادي تعطاهم تقريبا 81,000 درهم باش يمكن يتعاونوا في واحد العدد ديال المنازل اللي هي يعني محسوبة الآن ومعروفة وكاينة عند يعني المسؤولين لا على المستوى الترابي ولا على المستوى الوطني. إذن كلها مشاريع ديال العناية الكبيرة ديال سيدنا الله ينصرو لهذه المناطق اللي هي متضررة.